الثانية تنفذت بسرعة ناحية زاوج، زاوج يعود إلى مسعود، مسعود يرفع الكرة وهدف، لا الحارس بأعجوبة، ما زالت الكرة في المنطقة، سليمي ضيع هذه الكرة الممتازة، مسعود يرفع كرة في العمود الثاني ناحية صبري غربي والحارس بأعجوبة يبعد هذه الكرة، لكن سليمي كرته مرت فوق العارضة. خير الدين سلامة على الجهة اليسرى راح يرفع كرة ممتازة في العمود الثاني وهدف، لا ضاعت هذه الكرة من مسعود جانبة القائم الأيمن لمرمى الحارس إلى زاوي، زاوي عرضية ناحية زاوش، زاوش راح يرفع الكرة ممتازة، ممتازة هذه الكرة ممتازة وغريبة هذه الكرة، اصطدام بين بول بيغا وزاوي، بول بيغا الذي لم يجد ظلته في الهجوم اليوم، كرة بول بيغا اصطدمت بزاوي، آخر فرصة قلت قبل أن يعلن الحكم عن نهاية المقابلة، ككل الحكم السيد بنوزة يعلن عن نهاية الشوط الثاني والمقابلة. المقابلة كانت